ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو ده هنكمل سلسله اشتري ايه. السلسله دي بقول لكم فيها اشتروا كذا بترشيحات المنتجات. كنت عامله لكم فيديو كامل بتكلم فيه على ترشيحات لمنتجات البشره والشعر والجسم، والفيديو اللي بعده على طول قلت لكم على ترشيحات لكل مشكله بتعاني منها. خدي المنتج ده هينفع معاكي ايا كان ايه نوع بشرتك، ايا كان ايه نوع شعرك. هسيب لكم لينكات الفيديوز دي، وكنت وعداكم ان انا هعمل لكم فيديو بقى ثالث واللي هو ده هنتكلم عنه النهارده، تروحي تشتري ايه في الميك اب. الحاجات دي هقولك انزلي اشتريها على طول ما تفكريش. فلو انت مهتمه شوفي الفيديو للاخر ويلا بينا نبتدي. خليني ابدا معاكم باول حاجه خالص في المنتجات بتاعتنا، وهي خطوه البرايمر. اللي مش عارف ايه هو البرايمر ده، ده عباره عن ماده بستخدمها على وشي بتعمل زي عازل ما بين وشي وما بين الميك اب، بيساعد ان هو يعني يخلي شكل الميك اب احسن، بيخلي المكياج يقعد فتره اطول. في نفس الوقت كل نوع بشره ليها برايمر بيستهدفها، وانا هقول لكم تشتروا ايه. انا المره دي اخترت يعني كل يعني منتج مناسب لشكل بشره معين، عشان البرايمر صعب ان انا اجيب واحد هو ينفع الناس كلها بالظبط. فانا اخترت لكم اولا كده بتاع ايفا، ده اصلا كريم عادي جدا، ده المفروض اللي هو اسمه كولاجين اكسبرس كريم. ده المفروض ان هو ككريم مرطب، بس هو مش بيرطب خالص، هو قوام وعامل زي السيليكون. ده ينفع لكل انواع البشره عادي جدا. هيعمل ايه؟ هيعمل زي تنعيم للخطوط، مش هقولك هيداري المسام، بس هيتحكم شويه بسيطه قوي قوي في افراز الزيوت. هو مناسب اكتر حاجه للناس اللي بشرتها مختلطه. الناس اللي بشرتها دهنيه ممكن تحتاج تحط بعده لوس باودر، وهرشح لكم طبعا لوس باودر. الناس اللي بشرتها جافه كده كده ممكن لو انت حاطه قبله الصن بلوك بتاعك في نسبه ترطيب هتبقي مرتاحه عليه خالص. فده خلينا نقول ان هو لكل الناس عادي جدا. طب لو انت عايزه بقى حاجه مخصصه لبشرتك، لو انت بشرتك دهنيه، هاتي بتاع ويت ان وايلد. ده من احلى البرايمرز اللي انا جربتها، هو بجد بجد بيخلي البشره مات تماما. في نفس الوقت يعني ما اقدرش اقول لك ان هو بيخفي المسام 100%، بس بيخلي شكلها انعم وبيثبت المكياج فتره طويله. فده كويس قوي للناس اللي بشرتها دهنيه ومختلطه مايله للدهنيه. الناس بقى اللي بشرتها جافه ممكن تستخدم بتاع بريتي وومن، ده البرايمر ستيك. ده شكله بيجي عامل زي كده، وممكن تاخدي بصباعك وممكن تحطي على طول، بس انا بحب ان انا اخد بصباعي وبعد كده اطبق على بشرتي، بيدي زي ترطيب كده للبشره، في نفس الوقت بيثبت الميك اب حلو جدا. فبصراحه الثلاث اختيارات كويسين، شوفي انت عايزه تشتري ايه منهم ودوسي بقى على طول. الاي شادو هديكوا اقتراح، لان انا هي علبه واحده اللي هقترحها. يعني النوع ده من بريتي وومن بيجي منه درجات كتير، يعني الشيد اللي معايا دي في حاجه هتقع جايه على بنيات، في لون ابيض اهو عشان تخلي اللون يعني الالوان اللي هتتحط تثبت لوقت طويل، ودي مديه على بنيات تقدري تستخدميها كمان كباليت للحواجب، وممكن تستخدميها كمان كونتور. دي رقمها هقول لكم، دي رقمها واحد. اختاري بقى من الباليت دي اللون اللي يريحك. دي كان سعرها بحوالي اقل من 50 جنيه، فهتبقى كويسه معاكي، واختيار لطيف جدا لكل الناس اللي بتحب تعمل ميك اب يومي او حتى للمناسبات، بس ما تبقيش انت العروسه يعني. الحاجه اللي بعد كده خليني اكلمكم على انواع البلاش اللي انا هرشحها لكم النهارده، ومعايا اكتر من اختيار. لحظه واحده كده، راح فين؟ ماشي، خليني اكلمكم عن دول الاول. لقيته. جبت لكم اكتر من اختيار. لو انت بتحبي التنت ينفع للخدود والشفايف، وعايزه حاجه ما تخرش الميه، روحي اشتري على طول بتاع ايتود هاوس. هو طبعا ممسوح شويه، بس هو انا هكتب لكم اسماء كل المنتجات في صندوق الوصف. خطير خطير خطير. اهم حاجه عشان هو تنت مائي، اول ما تحطيه على طول افردي وادمجي عشان ما يعلقش، بس اوفرول كان خطير. الاقتراح التاني، لو انت بتحبي الحاجات اللي على ستيك، جولدن روز. جولدن روز من احلى البلاشز الكريمي اللي ممكن تجربيها في حياتك. الدرجه اللي معايا دي 108. انا طبعا ما اعرفش الاسعار وصلت كام بصراحه، والحاجات دي كلها تقدري تشتريها من اماكن مختلفه. انا عامله لكم فيديو كامل على اسماء وعناوين المحلات اللي انا بشتري منها، اسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. روحوا اشتروا من المكان اللي تحبوه. كل الحاجات اللي بتكلم عليها موجوده على نون كده كده يعني. فده خطير وبيبقى ناعم جدا على البشره وثباته حلو جدا حتى في الصيف، بس طبعا كده كده الحاجات الكريمية تعتبر اقل حاجه في الثبات. الحاجه بقى اللي بعد كده، لو انت من الناس اللي بتحب الباودرز، ممكن تجيبي برده بتاع جولدن روز، خطير خطير بجد. عايزه اقول لكم بيتحط على الخدود ناعم بشكل مش طبيعي، ثباته حلو جدا. فيا سلام بقى لو جبتي الاثنين دول مع بعض وحطيتيهم ورا بعض، خدي ثبات مش طبيعي. هقول لكم ده رقمه كام. لحظه واحده، البلوش الباودر درجته 14، سوفت بيتش. دي شكلها
خطيره، الاثنين بحطهم مع بعض بيبقوا عاملين كده ثبات وكونتراست هايل بصراحه. فمن الحاجات اللي انا برشحها لكم جدا اللي هو تروحوا تشتروها على طول. لو انت بقى عايزه باودر للتثبيت، انا دايما دايما برشح الباودر اللوس، لان اللوس بتبقى فظيعه جدا، بتثبت حلو قوي، بتخلي المكياج شكله انعم بكتير من الكومباكت باودر. وهنا هرشح لكم كوتي ايرسبون، برغم انها غاليه شويه بس عايزه اقول لكم حجمها كبير جدا، هتقعد معاكي مده مش طبيعيه، هتقعدي تستخدمي فيها لحد ما تزهقي، ناعمه وفظيعه. الدرجه اللي معايا دي الترانسلوسنت اللي هي الشفافه خطيره. الميزه فيها ان الاندرتون برضو برغم انها يعني شفافه على اصفر فبيخلي شكلك طبيعي جدا، بحبها قوي قوي بصراحه، وتقريبا شبه دلوقتي مش بستخدم غيرها. فلو انتوا عايزين حاجه تنفع مع الكل هتكون دي هي، بس عيبها الوحيد ان ليها ريحه نفاذه شويه، بس ريحه مش مؤذيه قوي لان هي اصلا بتختفي. طيب نيجي بقى على كريمات الاساس والكونسيلرز والحاجات اللي زي دي. اول حد هخاطبه الناس اللي اصلا ما بتحبش لا الكريمات بتاعه الاساس ولا الكونسيلر، استخدموا فير اند لوفلي، وانا كنت عامله لكم فيديو كامل بشرح لكم فيه ازاي انا بطبقه، هسيب لكم لينك الفيديو ده، يعني اتبعوا الخطوات هي هي هتعرفوا تستخدموه ازاي. بس هو عيبه الوحيد ان هو ما ينفعش للناس اللي اغمق من بشرتي، هو عايز حد في بشرتي او افتح، فهيبقى معاكي حلو قوي. الاقتراح التاني بقى وهو الاوريفليم اللي هو الاصدار ده، ده شكله ده بيأكسد درجة، خدوا بالكم من ده، يعني مناسب لكل انواع البشرة عادي، ممكن بس لو انت حسيتي ان هو يعني بيزيتك قوي يبقى حطي قبله كونسيلر، انا اسف يبقى حطي قبله برايمر يظبط معاكي الدنيا، حطي قبله صن بلوك يظبط معاكي الدنيا، يعني اتحكمي فيه على اساس انت مرتاحه على بشرتك ازاي. بمعنى لو حسيتي ان هو بيزيت معاكي قوي عادي استخدمي قبله مرطب يكون جل، او استخدمي صن بلوك يكون قوامه جل. لو انت حد حسيتي ان هو بيخلي بشرتك جافه قوي قوي، لا عادي حطي قبله مرطب تقيل او صن بلوك يكون تقيل. الدرجه بتاعتي فيه هقول لكم لايت بيج، لو انتوا في نفس درجتي او افتح درجه هاتوه. الميزه فيه ان هو فيه اس بي اف كمان 30، طبعا ما نقدرش نعتمد عليه لوحده كبديل للصن بلوك يعني، بس هيبقى حمايته حلوه قوي قوي خصوصا لو بتنزلي بالنهار. الحاجه بقى اللي بعد كده، وده فاونديشن برده من بريتي وومن صغنن كده، ده ممكن ارشحه للبنات الاصغر شويه، ده درجتي فيه 3 بس دي كانت غامقه عليا شويه، هاتي درجه 2 او 1 لو انتي في نفس درجه بشرتي. وسعره كان رخيص جدا، معرفش سعره دلوقتي وصل كام، بس انا وقت ما جبته كان اقل من 50 جنيه، فخلينا نقول ان هو وصل 50 جنيه دلوقتي، تقدري تستخدميه ككونسيلر وككريم اساس في نفس الوقت. نخش بقى على الكونسيلرز، هرشح لكم نوعين. جلامز ده كويس قوي قوي، الدرجه بتاعتي فيه 20، انا فاكر ان هو كان 20 لان هي اتمسحت تقريبا، بس هو كان 20. ده ايطالي كويس جدا جدا، وبيفكرني شويه بالي جيرل لو حد عارفه، يعني كويس قوي التغطيه بتاعته، خليني اقول انها ممكن تتبني متوسطه، اعلى من متوسطه بشويه ممكن تتبني، بس هو احساسه على البشره لطيف، بيأكسد درجه واحده بس في الصيف، بس اوفرول كان كويس. اختاري الدرجه بتاعتك، وانا هسيب لكم اسماء كل البرودكتس واهو عشان لو عايزين تاخدوا سكرين شوت. الحاجه اللي بعد كده وده اللي بحبه قوي قوي مش اول مره اكلمكم عليه، الكونسيلر بتاع بريتي وومن اللي هو شبه شويه بتاع اسنس، اختاروا الدرجه بتاعتكم مناسبه بس عشان هو درجاته فاتحه شويه، يعني دي درجه 4 وستيل فاتحه عليا، فحاولوا تلاقوا درجتكم وبلاش تشتروه اونلاين، اشتروه من محلات احسن، وكان سعره برده اقل من 50. لو عايزين بقى حاجه تثبت الحواجب في مكانها طول اليوم، هاتوا اللي هي كيب ماي براوز فيكسر، دي عباره عن ماسكارا جل من اتود هاوس، ودي كان سعرها 55 جنيه، فهي رخيصه قوي بصراحه، هي يمكن حجمها قليل شويه بس هي ممتازه، بتثبت الحواجب في مكانها جدا جدا، وارشحها لكم قوي. الحاجه بقى اللي بعد كده، لو انت بتحبي تحطي ايلاينرز ملونه وتلوني حوالين عينيكي وبتاع، دول من ام ان، كل قلم كان مش عارفه ب 20 جنيه، كويس قوي، اختاري الالوان اللي تحبيها، متوفر ولطيف يعني، انا مش بستخدمهم قوي بس هما لذاذ. الحاجه بقى اللي بعد كده، لو انت عايزه ايلاينر بتاع شي جلام ده خطير، كويس جدا جدا، وعايزه اقول لكم ان ده كوبي، يعني انا بعد ما اشتريته اكتشفت ان هو كوبي، بس هو كان حلو جدا بصراحه. بصوا القلم بتاعه عامل ازاي، لا لطيف قوي بصراحه، ومسحش معايا وكان حلو جدا، ده شكله بس يعني معرفش بين الاوريجينال ولا لا. الحاجه بقى اللي بعد كده في الارواج، بصي لو انت عايزه ليب جلوس يكون بيديكي نفس الافكت بتاع الروج، وبعد ما تاكلي وتشربي وتتحركي في يومك الطبيعي يبان شويه اثر، جربي البديل بتاع ليفتر جلوس بس من وايت سينما، ومش اول مره اكلمكم عليه، خطير خطير خطير، الدرجه بتاعتي فيه 201، حلو قوي، وسعره كان اقل من 50 جنيه، ف ولا غلطه. لو بتحبي الحاجات الخشب بقى من اماندا،
وانا كنت عامل لكم فيديو كامل على كل ميك اب اماندا يعني، بس انا هنا بقول لكم حاجات تروحوا تشتروها على طول بدل ما تقعدوا تتفرجوا على فيديوز كتيره. ده درجتي 17، وخدوا بالكم ان الاقلام بتاعت اماندا للاسف الخامات بتاعتها مش كلها حلوه، فانا دلوقتي برشح درجه 17 اللي انا عارفه انها حلوه وناعمه، هي اللي انا حطاها النهارده على فكره ان كيس انها عجبتكم يعني. بعد كده بقى لو انت عايزه حاجه تكون بتمسح الروج بسهوله، بتاع ام ان ده تحفه. ده عباره عن اويل كده بتحطيه على شفايفك اهو، بتحطيه على شفايفك وتسيبيه 30 ثانيه وتبداي تمسحي، بيشيل كل بواقي الروج. بالنسبه للمسكرة مش هتكلم عنها النهارده لاني هعمل لكم فيديو كامل للمسكرة لوحدها، لاني مجربه مسكرات كتير قوي من اسنس، هعمل لكم مقارنه ما بينهم كلهم بما انها اكتر براند مستورده ورخيصه وبتدي افكت حلو. ممكن اقول انها ليها بدائل لميبلين كتيره قوي بما ان ميبلين مقاطعه. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، متنسوش تعملوا بقى لايك وشير وكومنت وكل الحاجات دي، وهسيب لكم لينك الفيديوز اللي قلت لكم عليها، واشوفكم الفيديو اللي جاي.